اولا ايزيد يا اولا كابنارا ويا قريداي بسرشتي لورا دورزي بهاردا همو بندت ايزيد يا دي روجك بخود استنشان كان ودي بري خودنا لالشان وراني الريوس بك التايبت دبيجني الريوس من السفرانا نوماستا هر بندك ايزيد يا دي نانو ماستي خو بو خير وبركاتي انت لالشي الفي داري كو ام دبيني خلقك يقلق جي مش هاتنا وقت ورزي بهارتت دفت سردان على الشيء بكتن ودفت ازيديا ببينت ايش نزيق با چونكي چن صالك چتا بتر خلقك ازياد ناستن وخلقك خلقك يتقاتا راستيا ازيديا و ازيدياتي ايرو شاندكي خطابية زانكوي ايش باجير بغداي سردانا لالي شكرن و دقريانك دريجدا دندوري لالي شدا قلق بيزانين كوم كرن لسر ايزيديا ولسر لالي شي ولسر اولا ايزيديا وفلسفة ايزيديا ايزيديا چاو بري 6000 سالة خده ناسيا وخلقك جي فيري خده ناسيا كريا هذا شجرة الأمنيات يعني اللي عنده أمنية ياخذ قطعة من ملابسه لازم ويخلي يشد على هاي الشجرة ويطلب أمنية من رب العالمين أعتقد موجودة في كثير من الدول أنا شفتها بجورجيا موجودة نعم حتى في أوروبا أعتقد موجودة إحنا هم عندنا موجودة نعم نفس هاي الشجرة مو شجرة مو على الشجرة في بعض المكانات همين يسموها مراد أو أمنية نعم تمام وعدنا تقريبا بالمراسم الدينية بالأعياد وبالمراسم الناس يجون هنا عندنا مراسم تقام في هذا المكان المراسم هي يحضرها رجال الدين بعض الشيخ يحضر الناس اللي يجون على لاليش يعني بيها شغلات لازم يزورون مكانات فهذا المكان لازم يجون هنا من ضمن خلينا نقول سياقات الزيارة الواجب الزيارة منطقة حلوة بصراحة هادئة يعني أكثر الزوار اللي يجوا معبد لاليش يعني الأكثرهم قالوا إحنا ارتاحينا يعني ما بحكم عملي من زمان أنا داوم هنا يعني دائما من يجون يقول غير أجواء مريحة أجواء رائعة أجواء هادئة زين هو هذا المكان أنت تقول واجب الزيارة له نعم السبب اللي خلى الزيارة واجبة له كان تواجد لكل طالما معبد لاليش حتى جبالها مقدسة وديانها آبار يعني المياه العيون الماء مقدسة الأشجار مقدسة ليش احنا بدون احد يحافين يعني لكون المنطقة كلها مقدسة في فلسفة اليزيدية ليش احنا يوم الأربعاء بليلة العيد نجي على لاليش كفلسفة يقولون بدأت تكوين الأرض من معبد لاليش يعني كفلسفة يقولون لاليش هي خميرة الأرض نعم سامع ولهذا اليزيدية يسلقون البيض ويلونون ألوان الطبيعة يوم أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي يعني بيها مراسيم حلوة خاصة عيد رأس السنة الناس كثيرين يجون عيد أربعينية الصيف هي فرض على رجال الدين كل رجال الدين يزيدي لازم يصومون 40 يوم أحر 40 يوم في فصل الصيف الصيام يكون من الشروق إلى الغروب الصيام باللسان
بالاذان بالاذن يعني ما يسمع شيء وبالعيون ويمتنع عن الشرب والاكل وما يعرف الشغلات مو زين يعني بكلام لسانه. يعني 40 يوم كامله لا من الشروق للغروب. نعم احر 40 يوم في الصيف ويقابلها ابرد 40 يوم في الشتاء. واللي يصوم 40 الشتاء لازم يصوم 40 الصيف ولازم يكمل 20 سنه. اي 20 سنه 20 سنه 40 الشتاء زائد 40 الصيف يعني المجموع ماله 40 40 نعم 40. احنا في لغتنا نقول له تشيلاقر. تشيلاقر هو اللي يصوم 40 يوم. تشيل يعني 40. نعم هذا فرض على رجال الدين حصرا. نعم من عامة الناس من يريد عادي. بس ما يكون عليه واجب تكرارها صح؟ لا يكمل 20 سنه. إذا انقطعت شنو حكمها؟ فرضا ما قدر لأي سبب مرض. إذا مرض طبيعي يعني ما قدر من يشفى عادي. حتى بالصيام من يفطر لازم يكون مريض يلا يفطر. إذا فطر لازم يسوي خير مكانه أو لازم يسوي خير يعني حتى يحسب له صوم يعني ويستمر. طبيعية مرتبطة بالدوائر الطبيعية. اليزيدية قسموا الدوائر الطبيعية إلى قسمين. قسم يحبوها والقسم الثاني يخافون. القسم اللي يحبوها الشمس والقمر والنجوم الهواء الثلج الامطار لان كل هاي دوائر اذا ما موجوده ما موجوده في الحياه للانسان للحيوان للنبات. القسم الثاني يخافون مثل الصواعق البراكين الزلازل الفيضانات. بنوا لكل معبد بنوا لكل ظاهره معبد وقالوا كل هذه الظواهر هي عبارة عن قوة تدار من قبل أكبر قوة هي قوة الله. احنا في لغتنا وفي فلسفتنا وفي لهجتنا نقول خدا. الله هو خدا. خدا معناها هو اللي أعطى نفسه هو اللي خلق نفسه. نقول تشمل هذا نقول لكل ظاهرة موجودة عندنا وفيها خاصة عندنا وأكثر الظواهر الموجودة هي الشمس ظواهر طبيعية. احنا في فلسفتنا الشمس هي نور الشمس هو نور الله ولهذا اليزيدية اللي توجهون إلى نور الشمس مرتين في دعواتهم وصلواتهم عند الشروق وقبل الغروب. دعواتنا من ندعي احنا ونصلي نقول نقول يا الله نتوجه إلى نور الشمس بعد ما نحتفل يعني نقول يا الله احفظ كل الناس يا الله اعطي الخير لكل الناس يا الله حقق أمنية كل الناس ثم لي ثم غدي يعني احنا ندعو للناس بعدين نعم هاي ترمز لعيد راس السنة اليزيدية اللي هو تاريخ تاريخ يكون هو تاريخنا يعني تقويم هذا تقويم شرقي يصادف اول اربعاء من شهر نيسان الشرقي اول اربعاء يعني هسه اليوم اللي قد بالشهر اليوم 27 28 يوم نقص منه 13 يوم نعم اليوم 15 اليوم عندنا 15 شباط 15 شباط نعم هنا العيد يصادف اول اربعاء لازم يكون يا اربعاء ويكون اول اربعاء من شهر نيسان الشرقي يعني اول اربعاء من شهر نيسان هو يكون عيد راس السنه اليزيدية يعني انتم في شكاله التقويم مالتكم تقويم خاص نعم تقويم شرقي نعم طبيعي يعني ويا الطبيعه الشقائق النعمان ترمز الى الطبيعه والى الجمال واليزيديه ما يتزوجون في شهر نيسان لكون شهر نيسان اجمل شهر في السنه هاي قهوة طبيعية إذا تشربها نعم شو بدك ما بيجي تشكي هذه بطل اوكي سعيدة ايوه
لا لا الحين زحمه عليك. شكرا. هو يروح هو مخزن حفظ زيت الزيتون اللي يصنع في معبد العيش.